دولة مسلمة ثلث ديال الناس فيها مبليين بلي خايبة بكثرة الفقر والجوع، بنادم ولا باغي غير يدوخ دماغه، المسؤولين اللي عرفوهم بلي كيعتقلوه فحال شي حيوان، بنادم ملوح في الارض ما عقلش حتى على راسو، حتى كيلقى راسو مهزوز في الصافيط كيعياو ما يهربوا حيت عارفين راسهم فين غيمشيو. جحيم المبليين اكبر سونتر كيلوحوا فيه المبليين بالهيروين. دولة افغانستان الملعونة اللي تحطمت اقتصاديا وخلات كلشي رد وجهو للبلية حيت حسن ليهم بزاف من الواقع الاليم اللي كيعيشوا فيه. فهاد مركز العلاج اللي داير فحال شي معتقل، مع كيدخلوا المدمنين اللي كيتعاملوا معاهم فحال الحباسة، كيحيدوا لهم الفلوس والتليفون وكيزيدوهم التصرفيق من الفوق، وعاد كيقلبوهم وكيفليوهم مزيان حتى من الصباط كيشوفوا شنو فيه، حيت كيخافوا اللي يدخلوا معاهم الهيروين ويضربوا لهم كلشي في الزيرو. وبالفعل كيلقاو عندهم جميع انواع الموبقات، الطلال، كوكا، طابا، كارو، اللي تحت لك على البال كتلقاها عندهم. بعد ما كيساليو التقلاب المبليين كيمشيو بالحفا واحد ورا الاخر، وكلهم حالتهم كتقطع في القلب غير من الشوفه والحوايج اللي لابسين، حيت اصلا شنو غتوقع من بنادم عايش غير في الزنقه وكينعس ملوح فين ما عطى الله حيت ما كيبقاش عقل على راسو. وداكشي علاش اول حاجه كيديروها ليهم كيعطوهم صندله ديال الميكا باش ما يبقاوش حفيانين، وقبل ما يدخلوا كيحيدوا حوايجهم اللي عامرين وسخ. وبما انه الاغلبيه ما كتكونش هذه اول مره يدخلوا فيها وموالفين يجيو ويخرجوا، كيكونوا عارفين شنو كيتسناهم. كيدخلوا البلاصه اللي كيعطوهم فيها حوايج جداد باش يتنقاو عليهم شويه، ولكن قبل كيخصهم يدخلوا يدوشوا مزيان من داك العفن اللي شهور هو فيهم. وغير من الجسم ديالهم والجلده اللي لاصقه على العظم كتعرفهم كانوا كيموتوا بالجوع. كاين اللي كيكون صحي شويه وكيقدر يعوم راسو، وكاين اللي كيكون مغيب ما عارفش راسو فين كاين، كيضطروا الحراس يدوشوا ليه بقرعه ديال التيت ديال الماعن. واخا في الحقيقه فاش كيدخلوا للحمام كيكونوا محاملينش الدوش والماء سخون، وداكشي علاش عاوتاني الحراس والطاقم الطبي كيضطروا يتدخلوا باش يبززوا عليهم يعوموا. بعد ما كيساليو من الحمام كيمشيو يشدوا النوبه باش يدوزوا عند الحلاق، وكلهم كيدير لهم نفس التحسين الصلعيه، كلشي كتحس به داخل عليه وعارف راسو شنو كيتسناه. للاسف الرجال كيتبعوا البليه وكيسمحوا في ولادهم وعيالاتهم وكيبقاو غير دالعين في الزناقي، وحتى الا حاولوا يديروا مجهود ويدبروا على خدمه فلوسهم كامله كيضيعوها على البليه. وفي بعض الحالات كيضطروا يسرقوا البزاطم فحال هاد خونا اللي واخا عارف راسو مقصر في حق عائلته وما راضيش على هادشي اللي كيدير، الا انه ما قدرش يبعد من هاد السم اللي خرج ليه على حياته وصحته. وفي بعض المرات كتلقى ناس اللي كان عندهم مستقبل زوين ومشاو في هاد الطريق، بحال هاد خونا اللي كان خدام ضابط في القوات الجويه وكان كيتحكم في الناس وكلشي كيموت بالخلعه منه، حتى تبع هاد البليه وصدق خرج على خدمته وكلشي ولا في الزنقه كيضحك عليه. مكسوس من الاغلبيه ديال الشعب راسهم مرفوع ومدوزين هاد السم، كتلقى حتى الحراس اللي مقابلين المركز ديال اعاده التاهيل كانوا براسهم مبليين ودازو من نفس الحاجه، بحال هاد خونا اللي بزز باش قدر يقطع البليه غير 5 سنين هادي. وداكشي علاش عارف تماما كيفاش يتعامل معاهم، واهم حاجه ما يثقش فيهم حيت هو براسو كان واحد منهم، لانه المدمنين اللي كيدخلوا اول مره لهاد البلاصه كيكونوا بعض المرات عنيفين وكيضربوا كلشي اولا كاع كيحاولوا ينهيوا حياتهم. والاعضاء ديال الطاقم كيبقاو صابرين عليهم وحاضينهم مزيان لمده ديال 15 يوم بين ما فاقوا من القلبه، وغير في المده ديال 45 يوم كيكونوا تشافوا قبل ما يخرجوا ويعاودوا عاوتاني يرجعوا للعاده القديمه، يعني بحال الا كيخويو الماء في الرمله. فاش فريق العمل كينقيهم مزيان كيعاودوا يصيفطوهم عند الخبره الطبيه باش يدوزوا لهم على صحتهم، لانه الاغلبيه كتلقاه كيضروا صدره وما كيقدرش حتى يكحب مكسر سمهلك راسو، حيت كاين اللي مبلي اكثر من 20 عام. بكل حرقه في هاد الوثائق اللي يلاه مؤخرا باش تصور كيعاودوا المعتقلين على شنو داز عليهم مع الطالبان وكيفاش كانوا كيضربوهم بالجناوه. هاد الرجل وهو محطم كيعاود على شنو واقع ليه، وغير بمجرد ما كيسولوه على ولادو كيبغي يتفرقع بالبكاء، واخا راه في الحقيقه فاش كيطلقوه راه كاع ما كيمشي عندهم حتى يطلع ليهم واش باقي حيين، ماشي حيت هو خايب ولكن فاش كيتعاطى داك السم كينسى راسو، فما بالو كيعقل على ولادو او حتى فين جا الدارو. واخا يقدر يبقى فيكم حيت كيبان لكم كيبكي، الا ان هادشي راه غير الاثار ديال القطعه اللي كتخلي بنادم يولي حساس وما قادرش يتحكم في الدموع ديالو، حيت الجسم كيتخربق وكيتلف على الوظائف ديالو كثر ما بنادم مقطوع، وهادشي كامل حيت كيضطروا يتعافوا من البليه بدون ما ياخذوا الادويه اللي كتساعد على الانسحاب من الادمان. وبالتالي فاش كيدخلوا للبيت اللي غيبقاو فيها 15 يوم متابعه باش الجسم يولف، كلشي كيبقى دايخ وغير كيرد، لانه من نهار اللي الطالبان تولات الحكم في افغانستان المساعدات اللي كيتعطاو نقصوا بزاف، لدرجه انه هاد المركز براسو باقي مفتوح غير بالبركه، وحتى من الناس اللي خدامين تما والاطباء مره فين كيتخلصوا و20 مره كيبقاو بلاش. وداك الشيء علاش ما ملزومش عليهم يصبنوا الغطا اللي عامر بالجمل ويسيقوا الغراق، فما بالك انهم يعطوا لهاد الناس مساكن شي حاجه ياكلوها، وكلشي كيموت بالجوع وكيبقاو ياكلوا غير الورق ديال الشجر، لدرجه انه كاين الناس اللي بصح ماتوا حرفيا، حيت اصلا واخا يبغيو يتساعدوا معاهم العدد ديالهم كثير بزاف، لانه كل نهار القليله كيدخلوا اكثر من 350 واحد، والعدد ديالهم بالرغم من هاد المحاولات غير ما غادي وكيتزاد. من الحوايج اللي كيديروها هاد الناس في الروتين اليومي ديالهم هي الصلاه، ومن بعد كيمشيو يفطروا بداكشي اللي قسم الله داك النهار. خونا اللي دوزات عليه البلي 14 عام كيحاول ما في جهده يعطيهم خطابات اسلاميه جوج مرات في النهار، وكيعلمهم كيفاش يتحكموا في راسهم ويعاود لهم على تجربته باش يحفزهم. وبالنسبه ليه الا غير جوج ديال الناس من بين 10 قدروا يتشافوا فهذاك غيكون كيتعتبر اعظم انتصار بالنسبه ليه.